بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين. مرحبا الأخوات والإخوان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا اللقاء الثالث للجنة الوطنية بعد المؤتمر. اللجنة الوطنية كتضم كتاب الجهويين ورؤساء الهيئات الموازية الحزب وأعضاء الإدارة العامة بطبيعة الحال. فأنا سعيد بهذا اللقاء، والحمد لله عن طريق عقد لقاءات الهيئات الحزبية في أوقاتها وفق برامجها في أوقاتها ووتيرتها المنصوص عليها في قوانيننا، وأيضا وفق البرامج اللي هي مؤهلة لها، نكون ملتزمين بالوتيرة اللي خصنا نخدموها في حزبيا. وهذا الانعقاد ديال هيئة الحزب بطريقة منتظمة، بطريقة إيجابية، بطريقة فاعلة، وقيامها بالأدوار ديالها واتخذ القرارات ديالها في الصلاحيات اللي عندها حسب القوانين، هذه هي العلامة الصحية ديال التنظيم. الحمد لله حزب العدل والتنمية استطاع أن يبرهن على أنه، رغم أنه مر في فترة ليست بالطويلة ولكن فترة كانت قاسية ببعض الظروف الصعبة، ولكنه تجاوز هذا كله أولا بفعل يقظة مناضليه من النساء والرجال جميعا، وبفضل ديمقراطيته الداخلية، وفي مقدمتها هذه القضية الالتزام والانتظام ديال الهيئات الحزبية بمواعيدها، سواء كانت هيئات حزبية مركزية وطنية، أو كانت هيئات حزبية جهوية، أو كانت هيئات حزبية إقليمية. فلذلك بغيت في البداية نحيي جميع أعضاء الحزب، جميع أعضاء هذه الهيئات، وجميع أعضاء الحزب المساهمين كلهم والذين يشتغلون بجد حيثما كانوا في المدن والقرى، في جميع الجهات، في جميع مناطق الوطن، اشتغالهم بنضالية عالية بتجرد كبير. والحمد لله الحضور ديال الهيئة بتقريبا كامل أعضائها، لم يتخلف إلا الذي بعذر المرض، سي سعد حازم نسأل الله أن يشافيه، شي وعكة نتمنى الله يشافيه. فلذلك احنا الهيئات ديالنا تشتغل بكامل قوتها، ان الحضور جيد ممتاز عالي. انا حضرت اخيرا في اللجنة المركزية لشبيبة العدالة والتنمية، ووجدت الحمد لله الشباب متحمسين، وكان نقاش غني. احنا لا نتجر كما قلت لهم، من ماشي المشكل هو الاختلاف في الاراء والاختلاف في المقاربات واختلاف في المواقف، هادشي عادي في اي هيئه سياسيه في العالم. فلذلك احنا ما خصناش نتضايقوا منه، ماشي ده هو علامه ضعف ولا انشقاق ولا اسم، لا، هذه كلها علامه صحه. بالعكس، غنى في الافكار، الغنى في المواقف، الغنى في المقاربات، والنقاش الصريح، النقاش الصريح في هيئتنا هو علامة قوة وليست علامة ضعف. لذلك أنا هذاك النهار فرحت فاش كنت في اللجنة المركزية لشبيبة العدالة والتنمية، لأن فعلا كان نقاش عميق. يمكن شي وحدين خالفوني أنا الرأي ونخالفهم الرأي، هذا كله ما جمهور، هذا من حقهم ومن واجبهم، وخصهم يبقاو، خصهم يبقاو على المواقع ديالهم حتى يغيروها بالقناعات ديالهم ويعبروا على الرأي ديالهم بكل حرية، بطبيعة الحال في حدود احترام والأداب، وفي حدود عدم الإساءة للأشخاص والهيئات، هذا هو الضابط الأساس. وبطبيعة الحال في سقف العام هو الوطن الذي نعتز كثيرا جميعا بالانتماء إليه. إذن هاد الحمد لله برهن الحزب، أيضا المؤتمرات اللي تمت الحمد لله وتمت عموما جيدة، وبقي شي مؤتمرات محلية واحد شوية، ولكن المهم الجزء الأكبر درناه الحمد لله. والمؤتمرات ديال الهيئات الموازية أيضا الحمد لله عموما دازت، بقت واحد جوج الهيئات الموازية غادي يجيو في القريب لما نستكمل الشروط والاستعدادات لعقدها.
فلذلك الحمد لله تشتغل هيئة الحزب بكامل جاهزيتها. ولا بد في البداية أن نذكر أيضا على واحد النقطة مهمة، اللي هي المنطلقات ديال الحزب، المرجعية ديالو والأرضية ديالو كينطلق منها، هي أرضية صلبة، لأن ماشي شيء تمليه نزاعات فردية أو توجهات لأشخاص ولا هيئات مؤقتة، وإنما هو مسطر في قوانيننا، مسطر في النظام الأساسي وفي النظام الداخلي وفي الأطروحة ديال الحزب، الأطروحات ديال الحزب متتالية وهكذا. فهذه كله هي أرضية صلبة، ونحن نعتز بكوننا ننتمي لوطننا، لهذا الوطن، وأننا نقوم بدورنا بما يملي علينا واجبنا في الدفاع عن الوطن في هذه اللحظة من تاريخ المغرب. سنمضي ويأتي آخرون، ولكن كل واحد خصو يقوم بالمهمة دياله بالواجب دياله على حسب ما يملي عليه ضميره في تلك الساعة. ولذلك الانطلاق من المرجعية الإسلامية والعمل بوصفنا من منطلق وطني للدفاع عن الوطن، عن وحدته، عن استقراره، عن أمنه، عن مستقبله، عن مصالحه ومصالح المواطنة والمواطنين، وثالثا في إطار الملكية الدستورية الديمقراطية الاجتماعية كما نص عليه الدستور. هذه هو المنطلقات ديالنا، وحنا نعض عليها بالنواجذ وكنبقاو ندافعوا عليها، ومنها ننطلق. وعليها يجب في التكوين ديال البرامج ديال التكوين ديال الحزب، ديال الاعضاء ديالو، الشباب ديالو، قدماء ولا جدد، كلهم حتى القدامى راه خصهم شويه ديال، حتى هما يعاودوا يقراوا الصور اذا اقتضى الحال صورهم، فهمتني، لننطلق من. وبطبيعه الحال فصلت وثائق الحزب في هذه المنطلقات ماذا نعني بها، وهي المقاربه ديال الحزب، التعامل معها. تشاركين في اطروحه الحزب بالخصوص في مؤتمر 2012، صدر عن مؤتمر 2012. فلذلك هذه الامور ليست بدعا عن الحزب. وانا في اللقاء ديال الملتقى مع الشبيبه كنت اشرت الى هذه النقطه، قلت احنا راه ما نتساهلوش، لا يمكن ان نتساهل ولا يمكن ان نتراجع فيما يخص الدفاع عن الوطن وعن مصالحه. واننا في هذا نحن يعني معتزون بان نقوم بواجبنا، وكل ما يسيء او من يسيء الى الوطن وامنه واستقراره ووحدته فنحن سنقاومه بكل ما نستطيع، بافق وطني بطبيعه الحال، بتشارك مع حلفائنا وأصدقائنا وإخواننا ومختلف الهيئات السياسية وبمنطق وطني. وقلت بأن احنا هذا الشيء رضعناه صغارا، ان احنا ابناء ديال الجيل اللي قاوم الاستعمار، جيل كامل قاوم الاستعمار، ولكن ايضا وخصوصا ان الدكتور عبد الكريم الخطيب هو مؤسس الحزب، الدكتور الخطيب الذي ابلى البناء الحسن في قيادة جيش التحرير في شمال المغرب، وأبناء البلاء الحسن بعده في مقاومة منطق الحزب الوحيد، وأبناء البلاء الحسن في الدفاع عن المؤسسات الدستورية. شيء هذا واحد الحمد لله إرث غني للحزب يعتز به ويسير على آثاره وسيستمر على ذلك. فإذا هذا هو الإطار العام، وهذا هو الأفق اللي كنشتغلوا عليه، واللي يجب أن يوصي بعضنا بعضا عليه. وليس عندنا الحمد لله ما عليكم السلام ورحمة الله، ما عندنا شي حاجة اللي نحشموا عليها في هذه المبادئ وهذه التوجهات التي نعلنها وندافع عنها ونلتزم بها عمليا. ومن حقنا وحق المغاربة جميعا أن يعتزوا بوطنهم وأن يفخروا بوطنهم اللي هو شام بين الأمم. وما عرفتش واش شفتوا، راه غادي تنشر من بعد الخطاب ديال الملك فيليب السادس ملك اسبانيا في لقائه مع رجال الاعمال المغاربه والاسبان منذ يومين. خصكم تشوفوا هذوك الكلمه كيف يتحدث عن المغرب كعامل استقرار اساسي في المنطقه، والتحولات اللي وقعت فيه والانجازات اللي فيه،
إلى آخره. فالحمد لله هناك إشادة كبيرة بالمغرب وبجلالة الملك وبدوره الحكيم. وحنا لازلنا نتذكر خطاب 9 مارس 2011 والحكمة التي أدار بها جلالة الملك، واحد المرحلة دقيقة زلت فيها أقدام ووقعت فيها مصائب في أمم أخرى وفي شعوب أخرى وفي دول أخرى. والحمد لله بتكاتف الجميع وراء جلالة الملك، وهذه الرؤية المتبصرة مرت بلادنا من هذاك المعرج بسلام رافعة رأسها. خصنا نفتخروا بهذا الشيء. راه كاين أمور مهمة جدا وقعت في الوطن اليوم. عندنا أمور كان يحلم بها الحقوقيون أو يحلم بها المدافعون عن بعض الحقوق في المجتمع المدني ويحلم بها آخرون منذ 15 سنة فقط، وكانت كأنها حلم، فإذا بها اليوم واقع. وأنتم تعرفون بأنه خادم سبق هذه القضية بوقتها في المجلس الحكومي الأخير، صدقنا على 3 قوانين كتهم الأراضي السلالية، 3 قوانين ومنها الظهير ديال الوصاية على الأراضي السلالية. وهذا الظهير هذا اللي صدر أبريل 2019 بعد قرن من الزمان 1919 بعد قرن من الزمان في 2019 نقوم بتعديله وبمراجعته وإصلاحه. وصدق عليه المجلس الحكومة أخيرا يعني تحال تلك القوانين مشاريع القوانين الثلاثة على البرلمان إن شاء الله قريبا. فهذا إنجاز مهم الذي أولا كينقص الذاتية ودور الأعراف فقط فيما يخص التعامل مع الأراضي السلالية، وأيضا يرسي قضية حقوق النساء فيها والمساواة بين النساء والرجال في التعامل معهم في الأراضي السلالية، ويضع قواعد جديدة لأول مرة. المهم غادي يجي البرلمان يعاود يشوف البرلمانيين. أنا ما كندعيش بأن كنضعوا مشاريع كاملة، ولكن الحمد لله دار فيه واحد جهد كبير في إصلاح مهم، وهذا يجب أن نفخر به أن المغرب عنده واحد بعد إصلاحي مستقبلي بغض النظر واش هاد الحزب اللي في رئاسة الحكومة ولا حزب آخر. هناك واحد الخط ناظم فيه تصاعدي، كل مرة كتوقع إصلاحات. طبيعة الحال حنا كنا كنتمناو نديروا واحد القفزات أكبر، ولكن راه كتم الإصلاحات بطريقة متدرجة بطريقة متتالية على حسب الاستطاعات والقدرة، على حسب الفهم ديال الناس أيضا اللي كيشرفوا على ذلك الإصلاح. ولكن الحمد لله دائما كل مرحلة كنشهدوا فيها واحد الخطوة إيجابية إلى الأمام. وأريد أن أذكر مرة أخرى لمن يحتاج إلى التذكير به بأن المغرب في هذه السنة ديال 2018 في مؤشر ممارسة الأعمال دون بيزنس أنه قفزنا ل 60 عالميا، وكنا في 2010 128 2010 مؤشر ممارسة الأعمال اللي هو واحد مؤشر لكي يقيم مناخ الأعمال في بلد معين وفق معايير موضوعية معينة. درت إصلاحات مهمة وبعضها كانت فيه شوية الصعوبات، ورغم ذلك درت هذه الإصلاحات. ولا أنسى أيضا المؤشر ديال ملامسة الرشوة، والتي في سنتين متتاليتين كيتحسن المغرب ب 17 رتبة. كنا نقصنا وحدة وكنا تصداع الأخيري والحكومة إلى آخره. دابا فاش زدنا 17 رتبة في الترتيب في سنتين، يقول لك لا ايوا هذاك ماشي موضوعي، هذاك غير بداو كيقللوا من اسمه. حنا عارفين الحدود ديالو، ولكن هو مؤشر معتمد دليل على انه على الاقل هناك امور ايجابيه درت. ما كدرش كل شيء اللي خصو يدار صحيح، وكاين بزاف ديال الامور اللي خصنا نديرو، ولكن الواحد خصو يعترف بعدا بالجهود الموجوده. وفي اخر احصاء او في اخر الارقام التي اصدرتها أصدر المندوبية السامية للتخطيط، نزلنا عن عتبة 10%، وصلنا 9.8% في نسبة البطالة في سنة واحدة 0.4% اللي نزلنا. ما كافيش صحيح، خصنا نديرو كثار صحيح، ولكن الحمد لله هو درنا. احنا غادين في المنحة الإيجابي، لا ننسى أن هناك دول كثيرة في المنطقة متقدمة غادا في المنحيات السلبية في هذا الشيء كامل. نسبة الاستثمارات الأجنبية في المغرب اللي زادت بالمقارنة في 2018 مقارنة مع 2017 ب 28% بعد المحصلة الكاملة، وصلنا لواحد الرقم غير مسبوق. الاستثمارات الخارجية التي دخلت
وصلنا تقريبا 44 مليار درهم تقريبا. إذن هناك الحمد لله أمور كثيرة، أمور كثيرة، إنجازات مهمة يمكن نقولوا ما كافياش، وخصنا نشوفوا التأثير ديالها على المواطن، ما كاين مشكل، وخصنا هادشي كامل معقول، ولكن هناك إنجازات وهناك عمل. ولكن ما أقول هؤلاء الذين يشنون الحملات ضد الحكومة وضد الحزب، دابا المشكل دائما هما اللي كيهضروا على السيئات ديال الحكومة، يهضروا على حزب واحد حزب العدالة والتنمية، هذا الآخرين غير موجودين، كيهضروا على الحسنات كيبداو يبددوها، يقول لك لا ولكن هذاك الوزير هو راه ماشي من العدالة والتنمية الآخرين. ما كاين مشكل، حنا اللي دار شي حاجة مزيانة والوزارة حنا كنحيوه وكنصفقوا عليه، لأنه هو تما باش يخدم المواطنات والمواطنين. الحمد لله كثير من الوزراء يشتغلون بجد، ماشي فقط ديال حزب العدالة والتنمية، حتى الآخرين صنع تعرفوا بهذا الشيء بجد وكيخدموا. هناك إنجازات وهناك إنتاج وهناك نقائص أيضا وهناك صعوبات، وهذا الشيء كامل حتى هو كاين وحنا عارفينه وكنحاولوا نقيمه. دابا بعدنا سنتين من الحكومة، سنتين نسوي بأنه حتى الأبريل أيضا نكملوا سنتين، حتى الأبريل تعيين ديال جلالة الملك بقي لي شهر، مصادقة البرلمان بقي لي شهرين سنين. قبل ذلك الحمد لله درت أمور مهمة وإنجازات ذات تأثير واقعي، واقعي عملي ذات طابع اقتصادي وطابع اجتماعي وعلى مستوى الحكامة وعلى مستوى حقوق الإنسان. ما كافياش أنا متفق، لأنه هذه واحد صيرورة مستمرة، لأن الحاجيات كتزيد مع مرور الوقت، الانتظارات أيضا ديال المواطنات والمواطنين وعندهم الحق حتى هما كتزيد، عندما يتعرفون على ما في مناطق أخرى بحال المناطق البعيدة، إلا عرفوا بعض المناطق المدن الكبرى وبعض فشنو كاين يبغيو يتساووا معهم. صحيح معقول منطقي، حنا معاهم فهاد التطلعات ومن واجبنا نخدموا في هذا الاتجاه، ولكن هادشي غادي يجي تدريجيا ان شاء الله، وكاين برامج غادي تمشي في هذا الاتجاه. اذا احنا مطمئنين الى انه الامور تسير في الاتجاه الايجابي. بطبيعه الحال دائما كنحاولوا نحسنوا، وكنطالبوا بطبيعه الحال باش الصحافه واسمو كاع اللي كيهضر يتعامل بموضوعيه وليس بتحامل، بموضوعيه وليس بتحامل. وانا دائما كنستغرب عندما ياتي واحد الحزب هو في الحكومه 20 سنه ويجيك والعداله المجاليه، سي فين كنت انت في 20 سنه العداله المجاليه كاع ما بغاتش تسالي، حتى وصلت عندي انا في سنتين خصني العداله المجاليه نفضيها في سنتين. دابا الحاجه اللي ما تفضاش في 20 عام في سنتين نديروا فيه واحد القدر اللي كنقدوا عليه، ولكن الحمد لله بينت الارقام بان هناك، وخصوصا البرنامج اللي كنطلقوا جلاله الملك ديال تقليص الفوارق المجاليه واللي فيه 7 سنوات، بدا في 2017 بدا، يلاه بدا يلاه سنه وبضعه شهور، فلذلك راه غادي خصنا نحسنوه، خصنا نسموه البرامج ديالو كتمت محليا وجهويا لكتمل صياغه البرامج. ولكن ان شاء الله والمهمه مركزيا ديالنا هو نخصوا الاعتمادات الماليه الضروريه مخصصه. طبعا الحال التمويل ديالو ماشي فقط من الحكومه ولكن من جهات متعدده وفق المنظومه ديال التمويل اللي دارت لهاد البرنامج. اذا هناك امور الحمد لله مهمه كتم جيده، نحن نطمع الى المزيد. وبطبيعه الحال اغلب هذه الاوراق كلها كتم وفق مقاربه تشاركيه في تفاعل مع المجتمع المدني، مع عدد من الجمعيات والمؤسسات المهنيه، وراه انتم شفتوا هذا المشكل ديال التجار اللي كنطفى على السطح. وبطبيعه الحال احنا ماشي نتشائم عندما يقوم فئه من المواطنين بالدفاع عن حقوقهم او بمطالبه باصلاحات الى اخره، بالعكس مرحبا بهم، واللي بغى يقوم في اطار القانون باش يقوم يعني بالمطالب ديالو، ما عندنا مشكل، عندنا مشكل، هذه حقوقهم، الحق ديال الانسان في الاضراب، راه ما يمكنش حنا نحيدوه، الدستور اقر حق الاضراب فعندهم الحق الاضراب، ما كاين مشكل. ولكن احنا ايضا نتفاعل وننصت وندرس ولكن ما خصوش يكون التحامل، خصوش يكون التحامل. احنا وضحنا في البدايه وبينا والحمد لله التجار استمعوا، وجلسنا جميعا، جلس وزير الماليه، وزير التجاره، وانا شخصيا مع الهيئات المهنيه الممثله للتجار الكبرى، جلسنا معهم وحاولنا ندققوا
وبطبيعة الحال حنا إلا كان شي غلط حنا مستعدين نتراجعوا عليه في أي وقت في أي زمن ومكان، ولا كان شي أمور ما تدققاتش مزيان ندققوها، إلا كاين شي مسألة ما تفهماتش نتيجة ما تفهمت حتى من قبل الإدارة أو من قبل المهنيين، حنا مستعدين ندققوها حتى تفهم من جميع الأطراف، ولكن التحامل ما خصوش يكون. وأنا كنهني وكنحيي هذه الجمعيات المهنية ديال التجار بمختلف توجهاتها ومع تنوعها، كنحييهم لأن تعاملوا مع هذه القضية بواحد المنطق وطني، وجلسوا تذكروا وقع الاتفاق وتوقع على ذلك الاتفاق، ثم بعده ممشوا وفهموا التجار، الحمد لله الأمور عادية. ولكن الحملات، ولكن التشويش ما خصوش يكون. مثلا واحد المعلومة اللي قلنا ما صحيحاش، أنا ما صحيحاش، إذا قلنا بأن الفاتورة الإلكترونية ما كتهمش التجار الصغار والحرفيين والمهنيين الصغار، ما كتهمهمش ما كتهمهمش، صافي قانونيا قانونيا هما ما عندهمش الفاتورة، والفاتورة الإلكترونية تزد في القانون غير الإلزامية عندهم الفاتورة، وهما ماشي إلزامية اليوم. باين المنطق، المنطق واضح، ولكن البعض كيبغيو من خلال الإثارة و إثارة إلى بغينا نقولوا الإشاعات يعني ضد الحكومة ولا ضد حزب عدل والتنمية، يبدأوا يلووا في هذا الشيء وفي الأخير للأسف كثيرة عندنا في الشيء إحنا ما كنلعبوش فيه. هذه مصالح وطنية كبيرة إحنا كنتعاملوا معها بالموضوعية ماشي بحزبية، كنتعاملوا معها بوضوح بوضوح، وكنحاولوا ما أمكن إذا كان أي إشكال نمشيو ليه نحلوه مباشرة، لأن إحنا بغينا المصالح ديال الناس تمشي بانسيابية، تمشي بطريقة عادية، نحفظها ونضمن استقرارها والمعاملة اللي ضمن الاستقرار ديالها المصلحة ديال الجميع ومصلحة الوطن. بعد ذلك جاءت هذه القضية الأخرى ديال إشوان إنوان كدير نكتة كيديرها الشلحة فيها إشوان إنوان إشوان إنوان هاد الفيروس، هاد الفيروس اللي المتخصصين كيعرفوا فاهمين، ولكن بطبيعة الحال عندما يتحدثوا في الموضوع الناس الذين لا علم لهم ماشي متخصصين، راه طبيعي الناس كيتخلعوا. ما خصناش نديروا واحد الأسلوب ونشروا أمور التي تثير الذعر لدى المواطنين. أولا هاد مرحبا أهلا وسهلا. أولا هاد العدوى ديال الزكام هي موجودة في جميع الدول اللي كتمر بهاد الفترة ديال البرد في هاد المرحلة كلها. ثانيا في جميع الدول 80% من الزكام جاي من هاد الفيروس هذا، 80% في جميع الدول بما فيها المغرب 80%، يزيد شوية نقص شوية تقريبا. ثالثا هو فيروس كيدير زكام ككل زكام، هو أكثر حدة، صحيح عنده أعراض فيها حدة أكثر بعض الأعراض، ولكن هو زكام. الإنسان اللي ما مريض بشي مرض أخر، اللي ما عندوش شي مرض مزمن، مرض خطير مرض مزمن، اللي ما الجهاز المناعي ديالو عادي طبيعي، ما عنده ما يخاف، خصو يدير واحد شويه الاحتياطات خصو يدير وصافي، ما كاين شي حاجه لازم. ولكن عندما يكون الجسم عنده واحد المرض اخر او عنده واحد نقص في المناعه لسبب من الاسباب، هادو فعلا خصهم احتياطات اضافيه وخصهم عنايه طبيه باش يتجاوزوا هذيك المرحله. فقط هادشي اللي كاين. والناس شويه دخلوا بعض الناس دخلوا في الامور ديال الدواء وديال اسمه، وما ما بكل صراحه شي خص فيه امور تقنيه يعرفوها. ولذلك الصحفيين شي مره سولوني واحد السؤال ملغوم، قلت لهم شوف الصحفي خصو يكون متواضع، حاجه باش يفهمها كيمشي عند اي طبيب عندك في حومه، اي تمشي عندك تقول لي انا صحفي لازمك غير فهمني غير نعرف، واحد جوج ثلاثه اربعه عشرة تتفهم مزيان وديك الساعه تحدث. الانسان اللي ما عندوش المعلومات كيبدا يخلط شويه ببعض الاسماء او نقرا بعض الدعايات. انا ماشي غير في المغرب هادشي، في جميع الدول نعت نفس الشيء. كتدخل في فيسبوك سواء في فرنسا او في اسبانيا او في ايطاليا نفس الـ يعني ردود الفعل وقعت، لان الانسان
ضعيف أمام الإشاعات، مع الأسف ضعيف أمام الإشاعات، ضعيف أمام الإشاعات. صحيح أنه احنا تألمنا لأن بعض المواطنات والمواطنين توفوا الله يرحمهم، توفوا، ولكن هما دائما عندهم واحد انتيران فافورابل، واحد البيئة يعني الصحية اللي هي هي أصلا مساعدة باش يكون تأثير ديال هاد الفيروس كبير. وفي واحد التصريح انا درته في قناة مع الأسف شي بعض رسمية أو رسمية، حيدوا لي هذاك التصريح ديال، صحيح أننا حزنا اللي وفاة بعض المواطنات والمواطنين، حيدوه باش وداروا غير شي حاجة أخرى جي صوروا، وعليك معليش هذا ما ولفنا احنا هذاك القصد واسمه في التصريحات بحال التصريح اللي قلت في اللجنة المركزية واللي دار وعطاوه الرجلين واليدين وقولوا ما لا يقولوا قالوا راه درتوا من أديس أبابا، وأنا هو دابا هذا الشيء دار هنا، وعلى كل حال تنشح حتى في تويتر قبل ما نوصل أديس أبابا بالمناسبة. على كل حال ماشي مهم، المهم هو نحاولوا تكون عندنا الوضوح والشفافية والنظرة المتبصرة، ولا نستعجل كتكون كثير من ملفات كثر، العجلة والسرعة في تناولها دون استكمال المعطيات دائما يؤدي إلى عدد من الأخطاء وعدد من الزلل مع الأسف الشديد. بالنسبة للحزب ما أنتم كم تعرفون، وحنا نرجعوا في جدول الأعمال لعدد من النقاط الحمد لله اللي هي مهمة، وإما من بينها وقت بالخصوص الحوار الداخلي الذي يتممنا جزء المركزي منه، واللي غادي نبدأه في جزء الجهوي، وغادي نجيو في نقطة خاصة سنتحدث على هذا الحوار الداخلي والنتائج دياله إلى حد الساعة، وأيضا المنتظر من المحطات الجهوية، وهي محطات مهمة جدا نتمنى أن تزيده ثراء ونجاحا. وحنا بطبيعة الحال لابد أن أشكر جميع الأخوات والإخوان اللي شاركوا في هذا الحوار في هذه المرحلة وشاركوا فيه بقوة، وحنا واحد الوثيقة اللي هي وثيقة ملخصة لكل النقاشات والحوار اللي تم غادي تصدر قريبا، وغادي تكون هي اللي غادي توزع باش تكون منطلق ديال الحوار، استمرار الحوار على المستوى الجهوي بالخصوص. إذن هذا هو طبيعي، احنا عرفنا بأن الحملات الإعلامية غادي تستمر، نعرفين وأيضا عارفين لأن جهات متعددة ليس لها إلا نشر الأخبار المكذوبة أو التضخيم أو كاين بزاف ديال الأمور كدير في هذه الآليات ديال إما التضخيم وإما التيئيس وإما التبخيس. شي حاجة مزيانة كيقول لك لا هذيك ماشي مهمة، كاين اسمه غير اسمه شي حاجة وهكذا، شي حاجة كاع ما كاينة تكبر ودار لها اليدين والرجلين حاجة إلى آخره. هذا الشيء حنا موالفينه، لم يمر بالحزب مرحلة في تاريخه إلا وكان في قلب هاد الضغط الإعلامي. خصنا من واجبنا التوضيح، صحيح واجبنا التوضيح وواجب الجميع التعاون باش نوضحوا باش نبينوا باش المواطنات والمواطنين يكونوا عارفين شنو كاين. البعض اللي كتبوا على هاد الشيء اللي كيطاروا داك الشيء، هاد الطريقه ديال التهجم على الحزب فاهمين فيها شيء واحد، شي تكتب فاهمين فيها شيء واحد، انه لم يجدوا على الحزب ملفا من الفساد لا شي شخص اللي اسمه، كيمشيو كيقلبوا على شي تشويشه شي مساله اللي مهمه او شي حاجه اللي يحاولوا ما امكن بما فيه الحياه الخاصه ديال بعض اعضاء الحزب. هذا كله دليل على الفشل ليس دليل على النجاح. التركيز على الحياة الخاصة ديال بعض الحزب بغض النظر على المضمون وعلى الموقف ديالنا وعلى موقف آخرين إلى آخره، بغض النظر على، ولكن التركيز عليه دليل على الفشل في إيجاد أي مستمسك للإساءة إلى الحزب. ولكن كيحاولوا ما أمكن يديروا من الحبة قبة باش يديروا تشويش في أذهان المواطنين، وهذا الشيء الحمد لله هذا الشيء على كل حال راه جربوه الحمد لله ما نفعش. ما عرفت كيفاش يظن الناس أنهم بالقيام بنفس العمل وبنفس الطريقة سيصلوا إلى نتيجة مختلفة،
هو هذاك العمل اللي كتقوم به الا عاودتيه بنفس الطريقه راه غادي تعطيك نفس النتائج، ما كاينش شي حاجه اخرى، هذه هي القوانين ديال الحياه. وبالتالي ف لن يفلحوا هذا على الحزب وعلى الحكومه ايضا، قلت عليهم في البرلمان استمروا في التشويش حتى تعياو. حكومه ماضيه في عملها كتخدم، صحيح انه الاغلبيه الحكوميه هي اغلبيه حكوميه بالمناسبه، شكون هاد الاغلبيه الحكوميه دايرين فيها ما بغاو بالاخبار ويقولوها غير صحيحه. حنا يكون عندنا اختلافات دائما نقولها اختلافات، هذا شيء عادي، ونحن نقولنا داخل الحزب، داخل الحزب اذا كنا اراء مختلفه فمرحبا بها، مقاربات مختلفه ما كاين حتى شي مشكل، اراء مختلفه ما كاين حتى شي مشكل، فمن باب اولى بين الاحزاب هذا شيء كاين، ولكن احنا كنتعاملوا معاه في اطار الميثاق ديال الاغلبيه وصافي. واجتماع الاغلبيه لم يحن بعد وقته، هي كل شهرين، الاجتماع الاخير يوم 19 جانفير. دابا الى اجتمعت الشروط بمعنى الامناء العامين موجودين كلهم داخل المغرب، لان مره كيكون واحد ولا جوج مسافرين، راه غادي نعقدوه صافي عادي، عندنا داك الشيء غادي يوفق المسطر وفق البرمجه العاديه. ولكن ايا كانت اختلافات في الراي بين اعضاء الاغلبيه الحكوميه فهذا احنا حريصين ان لا يؤثر على العمل الحزبي، على العمل اعتذر على العمل الحكومي، لان الحكومه عندها المنطق ديالها، عند القانون اللي ينظم العمل الحكومي، القانون التنظيمي كينظم العمل ديال الحكومه، بالتالي فيه قواعد وفيه هو الجميع ملزم بان يلتزم بهذه القواعد، راه ينسيروا على هذه القواعد. والاغلبيه الحكوميه راه هي عندها الميثاق ديالها وهي كتدبر الامور ديالها السياسيه بطريقه اخرى. فخصنا نفصلوا بين الشيئين، لان ديك مؤسسه دستوريه ما عادش نلعب، مؤسسه دستوريه ويجب على الجميع ان ينتبه، ان ينتبه. وانا كرئيس الحكومه لا يمكن ان اسمح بمخالفه القواعد الدستوريه في التعامل داخل الحكومه ومع الحكومه مع الحكومه. اذا هذا هو، احنا واعين بالتحديات التي نواجهها كبلد اولا، ثم كنخبه سياسيه في نعطي واحد المصداقيه للعمل السياسي النبيل، ونردوا الثقه ديال المواطنات والمواطنين في العمل السياسي، وهذا الشيء علاش نشتغلوا عليه. بغيت نحيي جميع الاخوات والاخوان اللي اشتغلوا في المرحله الاخيره في انشطه حزبيه في مختلف الاقاليم تواصليه، سواء مع اعضاء الحزب وسواء مع المواطنات والمواطنين عموما. الحمد لله في هذه المرحله هذه الاسابيع الاخيره كان هناك، لان كانت المؤتمرات في الاول، وهذيك المؤتمرات كانت يعني البرامج ديال الهيئات الحزبيه كانت مشغوله، فلذلك بعد اتمام الجزء الاكبر ديال المؤتمرات الان كاين الامكانيه باش نديروا اقصى ما يمكن من الانشطه التواصليه مع المواطنين، باش نشرحوا ونوضحوا ونتواصلوا ونسمعوا. ايضا من واجبنا ايضا في التواصل ان نسمع ونبلغ ونتواصل. ولذلك الحمد لله تمت عدد من الانشطه في هذه المرحله، في كل اسبوع، في كل اسبوع هناك على الاقل 5 أو 6 الانشطه في مناطق متعدده، وهذا شيء مهم. وان كان خصنا باقي نرفعوا الوتيره، خصنا باقي نرفعوا الوتيره، لان هناك بعض المناطق او بعض الاقاليم اللي ما عرفتوش لبعدها ولا لاسباب اخرى باقي ما كاينش التغطيه ديال الانشطه التواصليه فيها، ويجب ان نحرص على هذه الانشطه التواصليه، يكون الحوار صريح مع المواطنات والمواطنين، يكون مفتوح، ونبلغوا اقصى ما يمكن مما عندنا من معلومات ومن حقائق ومن تطورات الحياة السياسية، لأن هاد التواصل السياسي جزء أساسي من مهام الأحزاب السياسية، التواصل السياسي جزء أساسي من عمل الأحزاب السياسية. هذا واحد المهمة. المهمة الثانية هي التفكير والتحليل والبحث، وهذا غادي نقوم به عن طريق المركز اللي إن شاء الله نحن عازمون على تأسيسه قريبا،
هو مركز عبد الكريم الخطيب للدراسات والبحوث، اللي هو فكرة قديمة ماشي جديدة هذا الحزب، ولكن آن الأوان كي نخرجه إلى حيز الوجود، وإن شاء الله إحنا في المراحل الأخيرة للتفكير لإخراجه باش يقوم بالمهمة ديالو، ولن في ترصيد الإنتاجات ديال مختلف الخبراء اللي هما أعضاء الحزب، ثانيا في تطوير التفكير السياسي داخل الحزب، ثالثا في تقوية الإنتاج السياسي الحزبي والسياسي في بلادنا، الإنتاج السياسي والحزبي في بلادنا، ونتمنى الله نشوفه في القريب. نحن كنستعدوا من ضمن أوراش أخرى طبيعة الحال حزبية، نستعد لإطلاقها في المراحل المقبلة بإذن الله. لذلك هذا كله كيعكس الحياة ديال الحزب حية، والحمد لله الأنشطة التي تمت إلى حد الساعة في عدد من المناطق كان الإقبال ديال المواطنات والمواطنين كبير عليها، الأنشطة التواصلية، ولكن بالخصوص الأنشطة الداخلية الحمد لله كان واحد الحضور مكتف ديال أعضاء الحزب، وأيضا نقاش غني وكبير. وأنا أخيرا كنت في أكادير، وعندي في الأسبوع المقبل فاس، وبعده بثلاث أسابيع الدار البيضاء، أخرناها الدار البيضاء أخرناه مراكش، تايا كتبوا لنا الطلبات باش نديروا البرامج. من البرامج كتتم بناء على طلبات ديال الجهات او الاقاليم باش يمكن نعمروا الاسم. طبعا حتى جميع اعضاء الامانه العامه راهم تحت التصرف ديالكم باش ينتقلوا الى اي جهه او اي اقليم او اي مدينه او اي منطقه باش يقوموا بهذه الانشطه التواصليه وبالانشطه الحزبيه، لان احنا كنعتبروا ان الحياه الحزبيه مرتبطه اساسا بالتواصل، التواصل التواصل التواصل، هي اللي من اكتشف التواصل الرقمي خصنا التواصل المباشر. الحمد لله احنا جربنا بان التواصل المباشر يبطل هذه الاشاعات وهذه التشويشات يجريو الجرائد التاعية ويجريو المواقع الالكترونية. احنا غادي نمشيو عند الشعب مباشرة، صافي انتهى، والسلام. شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.